قال رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف. وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا مع حكومة السراج يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا، وهو الأمر الذي اعتبرته اليونان باطل وينتهك القانون الدولي للبحر.